الحدث اللي صرا الجمعة اللي فاتت يا جماعة، نحكي لكم بكل اختصار واش صرا الجمعة اللي فاتت. بالخميس في الليل كاينة جماعة تاع الماك جات عند لا غرون بوست، جابوا لي باف وبداو يقطعوا في الجيش ويقطعوا في القايد صالح وكدا والاخر. عاود خرجت فيهم انا لتما، قلت لهم ما تحشموش، انتم تمطلوا ماك وجايين هنايا تعيطوا وديروا ودايرين شعارات وما على باليش وتسدوا لنا الاخر. بدا الغاشي يصفق عليا ويعطيك الصحة يا الجيج اللي بردت ناقلة بينا وكدا وميرسي عليك والاخر. قلت لهم انا ما خرجت من واحد، منين نلقى الفساد نقصف ما عنديش مشكل. هادو شراوها لي، شراوها لي الغدا من داك، على بالهم بليك الجمعة نجيب فيها شعار جديد. هزيت البلاكة هادي كيما راكم تشوفوها جماعة، هاي تتمجلو كاع يا شياتين فرنسا. لضيق الوقت رانا نتفرجوا ولاد الحرام عذرا ولاد الحلال. الجيش زائد الشاب تساوي خوا خوا، صايمين صامدي صامتين. اسكو هذا الشعار، هذا الشعار مليح ولا ماشي مليح؟ فيها المنجل فيها الاخر. دوقا هادو ها من الحركه تاع ماك، ماشي غير الحركه تاع ماك، كاينه ميم حركه تاع اليهود يتسركل في العاصمه. انا اشكر الشرطه، اشكرها شكرا جزيلا على اللي غلقت لا غرون بوست، باسكو ولاو يستولوا عليها هادو الزواف، ولاو يستولوا عليها ويهضروا شعارات باسم احزاب التعب. حنا كي خرجنا للحراك هذا خرجنا باسم الشعب كامل، ورانا على بطل بواحد. ولات الناس ولات على بالك يشوفوا واحد هاز الشعار، الا كان لقاوه مع الجيش يعاودوا يكسروا له الشعار. وهذا ما حدث الجمعه اللي فاتت. جا لي السيد واش قال لي، كيفاه بدات الحكايه؟ ولا يقول لي انت الجيش لي ملي نروحوا لقاوك نشوفوا في كاميرا مخفيه نشوفوك في الحراك. قلت له من بعد، قلت له واش بغطني وقيلا؟ قال لي نحي علينا البلاكا هذه. قلت له روح نتيريك بها. قال لي تيريني بها؟ قال لي دوك تشوف واش ندير لك. راه عيط للجماعه، عيط للجماعه تاع ماك معاها وخدام معاها، وبداو يستفزوا فيا. نحوا لي البلاكا هذه، بداو يكسروها وبداو يعيطوا. ما كاينش دوك الناس كي شافت، ما كاين غير 13 ولا 14 واحد وجدوا لي بورتاب وبقاو يعيطوا زعما ويطبعوا فيا ويكسروا لي في البلاكا. وانا ها المزيه عاودتها نفس البلاكا، هاي راكم تشوفوا البلاكا اللي وجعت هادو الزواف اللي يحبوا يفسدوا لنا الحراك. وهذا من هذا المنبر راح نقول لهم انا ما راح نتقداو لي والو، انا فور عليكم، انا ما تقدروليش. انا عموره حسين كي قصفت لك انا الوزراء هذوك الفاسدين قبل ما ينحيو قصفتهم لك في لي بلاطو. انا كي داو لك ويحيى للمحكمه رحت نستنى في الصناره وليا اورد. انا الوزيره هذه، انا استاذ في التعليم المتوسط، الوزيره بن غبريل في الوقت هذاك في البلاطو قصفتها، قصفت بن عيسى وزير الكنائس. وين كنت انت؟ ها كي خرجت وخرجت بالجماعه تاع الكاشير وكذا ونقصف فيهم. وعندي انا من انا الحراك هذا بديته من لوكاز هنايا في الولايه تاعي، في الولايه تاع جيجل، هنايا كسرنا الخوف هذا في الولايه باش عاود وصل الفاندو للجماعه الاخرين. انا ما راهش مفتخر بروحي، مانيش نحكي كيما يقولوا باش حسين يدير اسم ولا نقول لك حسين حاجه كبيره. كل واحد عنده الافكار تاعو، كل واحد عنده الشعارات تاعو، والحمد لله الشعارات تاعي اللي درتهم راهم وصلوا كيما يقولوا لعده قنوات، والحمد لله راني صافي الحمد لله. علاش حبوني الناس؟ ما عندي حزب نمشي معاه، ما عندي شخص نمشي معاه. انا جميع اللي نلقاه فاسد نقصفو، ما نخاف حتى من واحد، راني متكل على ربي ونخدم واش